لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. وعنوان حلقتنا النهاردة علي جمعة يكلم الرسول في قبره. إحنا شفنا في الحلقتين اللي فاتت إن عقيدة ابن حجر التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه وبملابسه وبطعامه وبماله وبأثار الصالحين، وكل ده مخالف لعقيدة أهل السنة. وشفنا إن أهل السنة بيقولوا إن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا ولا الآخرة، بخلاف ابن حجر اللي بيعتقد إن حياة الأنبياء في قبورهم حياة حقيقية كالحياة الأخروية وفي القبر طبعا. وده طبعا بدعة ونوع من الشرك، وكتير من الأشاعرة بيعتقدوا نفس الاعتقاد أو المعتقد على الصالحين والشهداء. وشفنا تخبط الشيخ ابن باز في الرد على ابن حجر، وتابعوني في حلقة النهاردة علشان نكمل تفاصيل أكتر ونتأكد إن دي هي عقيدة الأشاعرة اللي ابن حجر منهم، والشيخ علي جمعة بيأكد إن الأنبياء أحياء في القبور أو في القبر. وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي. صلى الله عليه وسلم، التشهد الأخير، التشهد الأول بتخاطب فيها سيدنا رسول الله لأنه حاضر. بعض الناس يقول لك ده مات، لا، هو انتقل إلى الرفيق الأعلى. يعني ما تقولش للشهداء ميتين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فالأنبياء كده، الأنبياء أحياء في قبورهم. يعني حكاية أنه حد يكون حي في القبر دي ما هيش يعني مشكلة عقبية، لأنه فيه مررت على موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، أخرجه البخاري. فلقى موسى هو في الإسراء، سيدنا رسول الله شاف موسى جوه القبر بيصلي. ما هو القبور لا تأكل أجساد الأنبياء، أخرجه البيهقي وغيره. وفي جزء ألفه البيهقي جمع فيه الأحاديث الواردة في حياة الأنبياء في قبورهم، وقال تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وربنا قال لنا حاجات وجهها للأمة من غير نسخ. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طب واستغفر لنا الرسول إزاي؟ يبقى في حياته بس. فبعض الناس كده يحبوا أنه يكون في حياته بس. هي دي اتنسخت؟ هي دي اتخصصت؟ تروح لغاية قبره السلام عليكم، ما حدش نبي نعرف قبره إلا سيد المرسلين. هذه كده. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. الله، جاءوك فين؟ ما هو عايش معروف مكانه. طب هو معروف أنه هيموت هنا، ما كان ممكن يموت في الجهاد، كان ممكن ما نعرفش هو دفن فين. لكن شوف الكلام، شوف الحاجة، من عند رب العالمين جاءوك لأنه ليه مكان حيا وميت عليه الصلاة والسلام. تدير السلام عليكم يا رسول الله، لا عملت ذنب واستغفرت ربنا ودعي لي ربنا يغفر. فيدعو الله والله قاهر فوق عباده، يستجيب له أو لا يستجيب له، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. بعد ما شفنا الفيديو ان الشيخ علي جمعة بيستشهد بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وان الانبياء احياء في القبور وان دي مش مشكلة عقائدية، وبيأكد ان الانبياء احياء في قبورهم، واستشهد ان موسى كان بيصلي في قبره والقبور لا تأكل اجساد الانبياء. وقال كمان، استشهد بآية قرآنية تاني وقال إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وقال ان الآية دي ما اتنسختش. وبكده علي جمعة وهو طبعا أشعري بيأكد انك تروح لقبر الرسول وتكلمه علشان يستغفر ليك. وهنأكد الكلام ده في الحلقات الجاية، ان ابن حجر بيأكد نفس كلام علي جمعة. وعلشان كمان نؤكد ان دي عقيدة الأشاعرة، بيؤمنوا بحقيقة حياة الأنبياء في قبورهم.
هنروح لفتوى حديثة لمفتي الأزهر بيثبت فيها هذا القول الموجود عند الأشاعرة، وطبعا الأزهر أشعري العقيدة، وحياة الأنبياء في قبورهم طبعا دي للمفتي عطية صقر، ودي صدرت في مايو 1997، وقال فيها وحياتهم في القبور مختلف في كيفيتها، وجمهور المسلمين على أنها حياة حقيقية لا مجازية. وقد وضح الفخر الرازي ذلك في تفسيره لهذه الآية. وطبعا استشهاد مفتي الأزهر بتفسير الرازي، والرازي هو من أئمة الأشاعرة حسب ما هو معروف عنه، وبيقول أن حياتهم حياة حقيقية كحياة الدنيا أو كحياة الآخرة في قبورهم. وخلينا نشوف علي جمعة مرة كمان بيأكد حياة الأنبياء في القبر، وبيأكد إن حياة الأنبياء في قبورهم إزاي. واللي يروح يسلم عليه ويستغفر الله بين يديه ويطلب منه الدعاء. واحد يقول له هو سمع كل الخلق ده؟ إبليس سامعك أخوه، ما إبليس معكم كلكم. هو إبليس يعني كان عجبة يعني إيه يعني ربنا عطاله الخصيصة دي؟ تاخد بالك أفكار كلها معفنة. وما قدر الله حق قدره، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وعطاله الخاصية دي. ما لك بتتنطط ليه زي الفولة في النار؟ وهنا شفنا الشيخ علي جمعة بيقول ليه تستغرب ان الرسول هو ميت بيسمع، ما ابليس كمان بيسمع، وان دي خاصية عطاها الله للرسول. وطالما علي جمعة بيقول للناس انهم يكلموا الرسول في قبره، يبقى اكيد علي جمعة لما بيروح هناك عند قبر الرسول برضه هو كده برضه بيكلمه. عشان كده احنا يعني شوية بالله علي جمعة الفتاوى بتاعته غريبة، وانا هسيب لكم باقي التعليق على كلامه. وهنشوف دلوقتي صاحب التنوير، وده طبعا عالم سني، بيذكر كلام السبكي علشان يرد عليه في كتاب التنوير شرح الجامع الصغير، ويقول لنا كده: وقال الشيخ تقي الدين السبكي: حياة الأنبياء في قبورهم والشهداء كحياتهم في الدار الدنيا. وطبعا معروف ان السبكي ده أشعري، وبيأكد حياة الأنبياء والشهداء في القبر، وحياة الأنبياء في قبورهم والشهداء كحياتهم في الدار الدنيا. يعني ايه؟ يعني يأكلون ويشربون ويتزوجون إلى آخر الأمور. وطبعا صاحب كتاب التنوير رد على السبكي في نفس الكتاب للي عايز يرجع للكتاب، بل في علماء أشعرة أثبتوا الحياة حقيقية للأنبياء إنهم يأكلوا ويشربوا ويتجوزوا ولأنهم أحياء في القبور. والكلام ده هنشوف في كتاب فتحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشات الجمل، بيقول إيه؟ وقوله بمقبرة، ويستثنى مقبرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم أحياء في قبرهم، يأكلون ويشربون ويصلون ويحجون. وقال العلامة الأشهوري: بل وينجحون. قال شيخنا الشبرامي ملسي: والمتبادر إنهم يصلون بركوع وسجود كما يفعل في الدنيا، ولا مانع من ذلك لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها، ومثلهم الشهداء لأن أحياء في قبورهم برأس القرآن. وهنا علماء زي الأشهوري والشيخ الشبرمالسي بيأكدوا أن الأنبياء في قبورهم بيأكلوا ويشربوا ويتجوزوا وبيصلوا. وأنا هنا في سؤال طبعا بطرحه على الأشاعرة وكل من يعني يتخذ مذهب، لو الأنبياء أحياء في قبورهم وبيتجوزوا، هل كمان بيخلفوا؟ ده سؤال أنا بسيبه. وخلينا نشوف رد الألباني، وهنشوف رد الألباني على الأشاعرة إن ده قول مشهور إن الأموات أحياء في قبورهم بيأكلوا ويشربوا إلى آخر مثل هذه الأمور. يقول لنا العلامة الألباني بيقول لنا إيه: اعلم إن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا. وهذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد، والإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والأراء كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياة صلى الله عليه وسلم في قبره حياة حقيقية. قال: يأكل ويشرب ويجامع النساء، وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وده ذكر في السلسلة الصحيحة.
طبعا الألباني قال إنما هي حياة الأنبياء حياة برزخية ما تشبهش الدنيا، وأي مؤمن لابد أن يؤمن بكده دون ضرب الأمثال بلا تشبيه وبلا تكييف بما هو معروف من حياة الدنيا كما يفعل أهل البدعة. خليني ألخص حلقة النهاردة. حلقة النهاردة اتكلمنا وشفنا أن الشيخ علي جمعة وهو بيقول أنك تروح قبر الرسول وتكلمه عشان يستغفر ليك، وشفنا فتوى عطية صقر مفتي الأزهر، وطبعا الأزهر وعلي جمعة أشاعرة بيقول إن حياتهم حياة حقيقية في قبورهم. والشيخ علي جمعة أكد لينا ليه تستغرب إن الرسول وهو ميت بيسمعك، والسبكي قال حياة الأنبياء في قبورهم والشهداء كحياتهم في دار الدنيا. مش كده وبس، لا كمان الأشاعرة بيعتقدوا أن الأنبياء أحياء في قبورهم بيأكلون ويشربون ويصلون ويحجون ويتزوجون كمان. والشيخ الألباني رد أن حياة الأنبياء حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء. تابعوني الحلقة الجاية مع ابن حجر واعتقاده عن حياة الرسول في قبره، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.